الله عليك للرقيه رقيه راني جاي من بعيد السلام عليكم معكم مهدي 28 عام من خنيفره مهدي واحد الدري اللي عاد بدا في الدومين ديال الموسيقى غير ديرنييرمون في, في كورونا مي كان عندي حب كبير حقاش كنت تصنت الموسيقى بزاف و يعني هادشي اللي خلاني انني ندخل المجال ديال الموسيقى وبحكم تاع الدراري داكشي اللي كندير وداكشي اللي ديك الكريات اللي كندير كان كنحاول نبين بها شي حوايج اللي هما جداد في الموسيقى وداكشي اللي عجب الدراري وداكشي اللي اللي خلاهم يموتيفوني باش ندخل لمجال الموسيقى وهادشي اللي كاين جبت <applause> لك والدي وسعدي بديت كان في انستغرام في ايامات ديال كورونا راكم عارفين بنادم ما كيلقى ما يدير مي انا الحاجه اللي كنت ندير هي انني كنسمع لي زانستروي اللي قرا لي كوفر لي اللي عليا وكنحاول نديرهم بطريقتي دونك شديت دوك لي كوفر حاولت نديرهم بطريقتي مورا داكشي درت واحد تشالنج ما بيني وبين راسي باش انني كل كل ليله نلوح كوفر ونقادو وكنت تنلوح في 12 ديال الليل باقي كنعقل والدراري كان, كان كيعجبهم داك الشيء وكيبارطاجيوه دونك هادشي اللي خلاهم يشجعوني بزاف وهادشي اللي خلاني انني نستمر في هادشي ومن بعد سالت كورونا حاولت باش نطور راسي في هادشي حيت جاني بزاف ديال السيبور وباقي كنعقل على الحاجه اللي اللي عجبت الناس ودرت واحد الفيدباك اللي زوين ديال الكوفر ديال لوف وان تيتي تي اللي حطيت في انستغرام اللي اللي بارطاجوه بزاف ديال الناس وعجب بزاف ديال ديال الجمهور وهادشي هو اللي خلاني نزيد نطور في راسي ونزيد نعطي كثر <applause> اول مره كان الكونتاكت ديالي في الاستوديو هو كنت جاي مع واحد الصديق حيت ذاك الصديق كان سابقني ديجا في الموسيقى وكان قال لي راه عندي واحد لاشونصو كنت بغيتها وبغيتك تعاوني فيها وعاونتو فيها لحقاش انا ديجا ما كانش عندي خبره في هادشي ديال ستوديو ولا انني نسجل ولا انني كونتاكت زعما نكون مع الميكرو مي فاش عاونتو في لاشونصو كتبت لي لاشونصو اللي لحنتها ليه وفاش جيت معاه على اساس انه زعما يابليكيها ويحطها في الاستوديو أه تما آه، عجبني الحال يعني فاش شفتو هو يا دار دوك داك داك التراك وداك الشيء اللي عطيته آه كنت اورينتي تنقول ليه دير 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 دونك بحال اكتشف بي انني راه فيه شي حاجه اللي اللي اللي, اللي تقدر زعما تكون آه اتاشي لهذا دي الشيء ديال لي ستوديو الشيء ديال الموسيقى مورا ذاك الشيء كنت تلاقيت مع دري خليل اللي ريسبونسابل على هاسل كينغ ريكورد وجيت عنده وسمعته خلاص لي شونسون اللي, اللي كاينين عندي قال لي تبدا تجي عندي على اساس باش تسجل وتما نيت باش درنا بروغرام باش نسجلوا لها الرقيه مورا داكشي تنجي عندو ديما ومهم داز البروسيس مزيان أه كان عطاني بزاف ديال ديال النقاط اللي مزيان اللي ما كنتش عارفهم بحكم هو سابقني في الدومين أه انا كنت هنا مخربق علاش لحقاش اول مره كونتاكت ديالي مع ميكرو كونتاكت ديالي مع لوجيسيال كونتاكت ديالي مع هادشي ديال الماتيريال دونك أه ما كنتش عارف حتى شي حاجه أه هادشي اللي 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 حب عجبني في الشيء ان الدري كان سيبورتاني وشاف بان راه كاينه شي حاجه اللي 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 مزيانه فيا وحاجه اللي تقدر زعما تعطي زعما شي اكل زعما في المستقبل هذا الشيء اللي اللي كاين بقى <applause> شي دعوه من الطلبه والناس كيبشنبي ماني جاي من الشرج بالنسبه للرقيه للرقيه جات الفكره ديالها ملي كان تحت ديجا ديجيفان حتى ذاك الانسترو ديال الهيت بروجيكت وكان الهيت بروجيكت ما كنتش انا دايرها في بالي على اساس انني ندخل في تشالنج كنت دايرها غير على اساس باش نسجلها ونحطها غير نبدا نسمع لها وهذا اللي هذا اللي كان مورا ذاك الشيء كنت سجلتها فاش جيت نيت عند خالد مورا ذاك الشيء سجلتها وحطيتها ودرتها في التليفون وعطيتها غير صحابي وصحابي بداو شي بارطاجيوها وها سبقاتني يعني السكسي ديالها بحال اللي سبق سبق لا تا تندوز انا في الزنقه تيقول يقول لي بنادم راه راه زوينه ديك لا شونسو هاد لا انا مازال ما حطيتها على في يوتيوب ما حطيتها على في, في, انستغرام لا في, في السوشيال ميديا دونك هادشي خلا واحد البوان فور باش باش ندير شي حاجه لهاد لا اللي, اللي عجبت الناس قبل ما تحط في السوشيال ميديا

ديسيدينا باش اننا نجمعوا الفوتجيس من عند الدراري والبنات كل واحد يعطينا فيديو ديالو وصيفطناها لهم و... وما بخلوش علينا بالفيديوهات ديالهم كل واحد صفتنا لنا الفيديو ديالو ودرنا واحد البتي مونتاج وحطيناها والحمد لله راه عطات سكسي وهذا الشيء اللي بغينا جبت لك والدي جديد خلاص درت واحد لا اللي, اللي سميتها محتاجها لي درتها تقريبا شي 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 هادي و تاهي عجبات الناس و نبغيكم تدخلوا تفرجوا فيها بزاف و تبارطاجيوها لي زانسبيراسيون دياولي كنت نجيبهم في الصغر باقي كنعقل انا كنت فان كبير ديال مايكل جاكسون كنت ديال جيمس براون ديال ماريا كاري يعني ديك الجينيراسيون ديال ديال التسعينات آه هادوك هما اللي كنت تانسبيرى منهم وراك عارف مع الوقت تتبدا كبار و تيبداو يبانو بزاف ديال لي انسب لي ف الموسيقى بحال كريس براون بحال برونو مارس بحال آه بزاف ديال 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 لي زارتيست بحال هكا دونك هادو جن بدا نشد منهم الحاجه المزيانه والحاجه اللي غادي تنفعني بحكم انني كان نتصنت بزاف الموسيقى وهذا الشيء اللي خلاني ندير واحد التيب ولا واحد 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 الكايند اوف ميوزيك زعما اللي ديالي خاص بيا اللي ان شاء الله باذن الله مستقبلا اي واحد يبدا يسمعه يبدا يقول هذا راه راه مهدي ونخليه ان شاء الله نشكر هاسل كينغز ريكورد على الدعم ديالها اللي ديما كاين معنا من البدايه انا بعدا بيرسونيل مون ملي بديت الموسيقى وهاسل كينغ معايا وخليل وليكيب ديما معايا وكيعاونوني في, في, الريكورد و كيعاونوني في, في, لي بيت كيعاونوني بزاف ديال ديال الحوايج اللي ما اللي ما عارفهاش اللي جديده عليا وهذا الشيء كيخليني انني نزيد اكثر وانني نفكر في حوايج اللي في المستقبل ان شاء الله باذن الله يكونوا كبار مع مع, تيم ديالي ان شاء الله باذن الله ونتمنوا من الله هادشي اللي جاي يكون من داكشي احسن من داكشي اللي فات هادشي اللي كاين حريره ولا بيصاره؟ بيان سير الله يا ولا بيان اخويا الليفير بوليدا كاينه <applause> وريني بيصاره في الدم بيصاره عاود 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 عادي طوطو ولا لا؟ طوطو